صباح الخير أصدقائي من قناة ميرو، بحييكم. قناة ميرو للمعلومات والطبخ، يا رب تكونوا بصحة وخير وسلام. اللي مشافش القناة قبل كده، لايك شير سبسكرايب، يفعل الجرس ويضغط على كلمة قول يصلكوا كل جديد من الفيديوهات. النهاردة هنقدم معلومة عن الأناناس. إيه فوائد الأناناس؟ الأناناس طبعا في ناس كتير ما تعرفش الفوائد بتاعته إيه. أولا، الأناناس بيساعد على فقدان الوزن الزائد، يعني في الدايت. ليه بقى؟ بيحتوي الأناناس على بعض فيتامينات المجموعة ب اللي بتدعم عمليات الأيض، ومواد طبيعية بتساعد في إدرار البول، مما قد يحسن من قدرة الجسم على طرد ما فيه من السموم، تحفيز حرق دهون البطن الزايدة. الأناناس نشأ في أمريكا الجنوبية واشتهر في جميع أنحاء العالم بطعمه طبعا الجميل جدا، غني بالمواد الغذائية، مضادات الأكسدة اللي يمكن أن تقاوم الالتهابات. تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية اللي يمكن أن تساعد في الهضم الجيد، تقوية المناعة. فوائد الأناناس كمان كتيرة للشعر، للبشرة، للعظم، حيث بتحتوي على فيتامينات ألف، كاف، فوسفور، كالسيوم، زنك. يمكن أن تعمل عجائب في محاربة العديد من الأمراض. أكتر حاجة موجودة في الأناناس فيتامين سي، اللي بيحافظ على نظام المناعة، مناعة الجسم الصحية، بيوفر للجسم جميع أو معظم أنواع الفيتامينات. كمان بيحتوي على نسبة عالية جدا من المنغنيز اللي بيساعد في معدل أيض صحي، يعني دايت. وبالتالي فإن المركبين الرئيسيين اللي بيجعلان الأناناس غذاء صحي المنغنيز وفيتامين ألف. بالنسبة للسعرات الحرارية للأناناس، كوب واحد من الأناناس اللي هو 165 جرام من قطع الأناناس بيحتوي على 83 سعر حراري، بيحتوي على دهون 1.7، بروتين 1 جرام، كربوهيدرات 21.6، ألياف طبعا فيتامين سي، منغنيز، فيتامين بي 6، نحاس، سيامين، فولات، بوتاسيوم، مغنيسيوم، نياسين. من فوائد الأناناس يعالج البرد والسعال لأنه بيحتوي على فيتامين سي، بيقوي العظام لأنه بيحتوي على المنغنيز، بيساعد طبعا على الحفاظ على العظام قوية وصحية. بيوجد في النحاس والكالسيوم، ودول مع الزنك طبعا بيعملوا مادة صحية للغاية. بيحتوي الأناناس على جميع المكونات الصحية، فيمكن أن تساعد في تقوية العظام. الأناناس للأسنان طبعا زي ما قلنا أنه بيحتوي على الكالسيوم، فبيقوي العظام والأسنان. فقط اشرب عصير أناناس كل يوم، هتحافظ على الصحة، صحتك وسلامتك. بيمنع السرطان، يعني اولا انه بيحتوي على مضادات الاكسده، فيمكن ان تحميك من مجموعه كبيره من الامراض. يساعد على الهضم، بعض الاحيان الانسان بيشعر بثقل في الهضم او عسر هضم، فعصير الاناناس او الاناناس يخلص الجسم من الام المعده، من عسر الهضم. وكمان الاناناس غني بمادة اسمها البروميلين، غني بالمادة دي، وغني بالألياف الغذائية، وغني بفيتامين سي اللي بيساعد في الهضم الجيد. الأناناس والعيون، حافظ على العين مع تقدم العمر اللي بيصيب العين، لأنه بيحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، بيساعد في الرؤية الجيدة. يقلل من أعراض التهاب المفاصل، حيث بيحتوي الأناناس على البروميلين اللي بيقال إنه بيحتوي على خاصية رئيسية مضادة لالتهابات المفاصل. ارتفاع ضغط الدم، لأنه بيحتوي على البوتاسيوم، ولكن كميات أقل من الصوديوم. فده وجود البوتاسيوم في الأناناس بيحافظ على ضغط الدم، بيشعر الإنسان بالاسترخاء دائما، وبيتحكم في الضغط، ضغط الدم بطريقة طبيعية. يقلل من مخاطر تجلط الدم لوجود البروميلين، المادة الرئيسية في الأناناس اللي بتقلل من مخاطر تجلط الدم. مليء بالمضادات الأكسدة زي ما قلنا، فبيقلل الأمراض وبيقوي المناعة، بيمنع الغثيان. هذا
الانزيم البرومالين بيزيل شعور الغثيان في الصباح، وطبعا يكون مفيد للنساء. منشط طبيعي يحتوي لنمو واصلاح انسجه العضلات، بيعزز القدره على التحمل والحفاظ على استمرارك في العمل وبذل المجهود. التخلص من الاجهاد زي ما قلنا، طبعا بيحتوي الاناناس على ماده السيروتونين اللي بتعمل على طرد التوتر بشكل طبيعي. بالنسبه للبشره، مفيد الاناناس للبشره اصدقائي، بيديها نضارة، بيمنع حب الشباب والطفح الجلدي وتلف الجلد، فبيعالج حب الشباب لأنه بيحتوي كمان على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، بيوحد لون البشرة وبيحارب الالتهابات، وكل ده موجود في الأناناس. بيكافح الشيخوخة، بيقلل التجاعيد، يعني بيدي نضارة وبريق للبشرة، يمنع ظهور البثور ويعالج البقع السوداء. طبعا للشعر وجود فيتامين سي بيساعد في نمو الشعر. مضادات الأكسدة اللي موجودة بيقي الجسم الأمراض وخاصة الشعر. فيتامين سي بيدي الشعر طبقة إضافية من النعومة، بيجعله يبدو كثيف كمان، بيدي شعر أكثر نعومة ولمعان. يتمتع الناس بخصائص تكثيف الشعر تجعله قوي ويمنع تساقطه، فبتحتوي على الانزيمات الموجوده في الانزيمات دي الموجوده في الاناناس، وتحتوي على العناصر الغذائيه الحيويه. يمكن ان تسري بصيلات شعرك، ويؤدي ذلك الى تحسين السماكه والمرونه للشعر. بيعالج التهابات فروه الراس ايضا. في الجراحة بيساعد على التعافي لوجود فيتامين سي. الناس طبعا لفقدان الوزن، أثبت دراسة حديثة أجريت أن الأناناس له تأثير مضاد للسمنة، لأنه بيمنع ترسب الدهون، فده بيساعد على التنحيف. بالنسبة للأضرار أصدقائي، أضرار الأناناس المحتملة، بيحفز ارتفاع مستويات سكر الدم عند تناوله بإفراط، مما قد يكون له تبعات صحية سلبية على صحة المرض السكري أو مرضى السكر، لأنه بيحتوي على نسبة مرتفعة من بعض السكريات الطبيعية زي الجلوكوز السكروز، فبتؤدي لارتفاع سكر الدم، وبرضه ساعات بتعمل حموضة، وساعات بيساعد على تسوس الأسنان. فدي من الأضرار الموجودة لو ان احنا خدنا الاناناس بكثرة. دي نبذة عن الاناناس اصدقائي، نلتقي ان شاء الله في معلومة اخرى، ويارب تكونوا استفدتوا، والى اللقاء في حلقة قادمة. لايك شير سبسكرايب ميرو تشانل، بتحييكم وشكرا.